على مدى 3 أيام ستناقش الجمعية العمومية لمجلس غرب ووسط إفريقيا للبحوث الزراعية والتنمية إمكانية تطوير المجال الزراعي والاستفادة من البحوث والتطورات الحديثة واستخداماتها في المجال الزراعي. كما تدرس الجمعية العمومية دور المجلس وتعزيز مكانته بدول وسط إفريقيا والاعتكاف على مراجعة اللوائح المنظمة لعمل المجلس وتعديل بنوده لرفع التحدي الزراعي في إفريقيا. رئيسة مجلس إدارة الجمعية أنجيلا مورينو أثناء حديثها شكرت الحكومة التشادية على جهودها لاحتضان الدورة 13 وطالبت المشاركين بالعمل الجاد لنجاح الدورة. ممثل وزير الزراعة نظيره في البيئة والصيد محمد أحمد لزينة ذكر بقرار المجلس في إنشاء تحالف شبه إقليمي حول الزراعة الحديثة في مواجهة التغيرات المناخية، وأشار باسم وزيرة الزراعة إلى انفتاح المعهد الوطني للبحوث الزراعية والتنمية للعمل مع المجلس، ودعا المشاركين إلى التعرف على خدمات المعهد البحثية والتعاون معه. أما وزير الدولة المكلف بالمصالحة الوطنية والحوار الشيخ ابن عمر ممثلا لرئيس الجمهورية دعا الجمعية العمومية إلى النظر في سياسات الدول الأعضاء حول الزراعة ومواكبة التطورات الحديثة، وقال إن البلاد تمتلك طاقات شبابية تحتاج إلى أسواق للعمل واستغلال طاقاتهم، لذا يتحتم على الجمعية العمل على إيجاد فرص عمل لهذه الشريحة من خلال تطوير المجال الزراعي واستخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاج. كما دعا المشاركين إلى التخفيف من معاناة المرأة الريفية وتوفير الإمكانيات اللازمة والحديثة في مجال الزراعة، وقال إن دول الإقليم تعلق آمالا كبيرة في الخبراء والباحثين وعملهم هنا بأن جنبنا لتحسين المجال الزراعي. تحتضن تشاد للمرة 3 هذه الجمعية العمومية لمجلس غرب ووسط إفريقيا للبحوث الزراعية والتنمية الذي يضم أكثر من 23 مؤسسة وطنية تعمل في مجال البحث وتطوير الزراعة في دول غرب ووسط إفريقيا.